حالة من الفوضى العارمة والخوف والقلق بين المواطنين الأتراك حملته الساعات الماضية بعد لحظات من إعلان مجموعة من ضباط الجيش فرض الأحكام العرفية وحظر التجول في كافة المحافظات التركية، تزامنا مع انتشار وحدات من الجيش شاركت في محاولة انقلاب على الحكومة التركية. الساعات الأولى حملت في جعبتها الكثير من الخوف على مصير البلاد عقب استيلاء الجيش على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي وانتشاره في شوارع العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، لتنتهي حالة الذعر تلك بنزول عشرات آلاف المواطنين الأتراك إلى الساحات العامة للوقوف بوجه الانقلاب تلبية لدعوة الرئيس التركي عبر رسالة مصورة. ساعة واحدة أعقبت احتشاد المواطنين في الساحات العامة كانت كفيلة بقلب الموازين لصالح الحكومة المنتخبة. الوحدات استسلمت أمام إرادة الشعب التركي وعمل أجهزة الشرطة والمخابرات، وبدأت بسحب قواتها ومدرعاتها من الأماكن العامة وبعض مفاصل الدولة التي استولت عليها. إعلان نهاية الانقلاب بشكل كامل جاء على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي فجر اليوم من أمام مطار أتاتورك، ليطوي صفحة سطرها الشعب التركي في تاريخ بلاده خلال ساعات. أكثر من 100 عنصر من الانقلابيين قتلوا خلال العملية، فيما قتل 41 من عناصر الشرطة المناهضة للانقلاب، بالإضافة إلى 41 مدنيا لم تجمعهم الأحزاب ولكن الساحات، التي أثبتوا فيها للعالم أجمع أن الشعب التركي هو صاحب الكلمة الفصل في البلاد.